بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ونكسن دولي يا الملك استودوني دعيتك جوتان كسر الوادة جنر يوتيوب كافتان برونكشن وجنر على حقيقة كرسو عنكر تويس لما كان الموسوق بيور بحنا ذا وقدم بيكو وضوحي ساعة بدل قضى بلد كده وطن تبرامش كحيلي قلنا وحا كمينا حيلي بعد ذا مامل كوفر قل بيت كومة تلقلها شعب كبارلما كفدرال كصومالية تيرادي وقبض نايد ايا سيد بوه ذا مانتو حي قطاقيرين شعب كي غير كوفر قلبيت إيتوبيا أرسبي إن أي سندل كبحين تاجيري أي حلبانة الله صفتين حلبانة الله هي تاجيري إيتوبيا إن أي سندل كبحين دلك سلم دل وحي كسهور جيستين إن مصر دلك لكيرو وحبادو ككوبة برامش ككوكوسو ببيدولا حلبانة دل قوان كسو ساري أو آن وذلقي سدو نوحدو الله إدمو سلم إذا حلب أن ضع وحى إشاعة كقادم إنه كان كدل كمامرة أو يرجي لنا نحوينه يرسل وزارها لابد بقى أن أدير نحن شعب صومالي سلام كنا لابد دولة ضد تجاشن أي تجار كودي سلوح ولين كدبنا أي كرم برك الصومالي وح لا أقبل كرنا معها أي يرهدين حلب أن ضع وحندول استعبي دونا هذا الكاسم الطبع برمش كي نكوس وبيبي دونا كنا يفتيبي دونا حد الله يمو وح موقتا إن أنت حسن الشيخ محمود ليسن وحبك وجري هذيبة اللي بعدي كوفر قلب الكودي وقبلنا ما أنت أيكوري بدي قشي حسن الشيخ مسيش غي دورا برامج كأي فوزو بدي دورا كل فرق غي دورا هدو أول ما أنتو برامج صعود وقت وأنا يا ليدي رجينيا ودي أجربه برامج كيو فا فاسر اللي بعدي وقبلنا ما ملك كوفر قلب أي وها أي ما أنت شاع كقادم إعلاميين عدايين إلي قرب تاقيهن شعب كي حدر قبل كباكول مامر كوفر قلبيت كو صوبانيقي تاقيري دي إثوبيا اللي بانا دو واحي شاقين إثوبيا إلي تاقير سيهين إسلا مركانا أي قرب تاقيهن مبدأ إثوبيا هاو دلك عيلن كاكاوضا قدها كوفر تا صوماليا حدبا ما إسلاحيد اللي بانا قرن أو أرنتان تلاب هان قاريا محاك اللي فين محاك إلي مانت إلا أرقنو حلبة نظي خرق كأول صفر إثيوبيا مركة كوان كوانك حلبة نظة عمود الرئيسي إني قال الله سياسة سيد دقال إيو بربر إني أهر سيدان ماها دولدي إسدقال سنة إن لا إسكو بلميو إني إسكو دول دقالان دلكينا إن لغا شقيو ولغا هبونيه حلبة نظة أقلبية دا شعبك داد كودة إيا دل كودة لدرينك واكوان سيداد أجيدان مدحوينو يانان لغو مران هوابينين yaanan been lagu sheegin aqlabiyadda deegaanka shacabiyadana waa inaad kala shaqeysaa horumarka deegaankaas madaxweynuhu burbur iyo qalalaas ha u horseedin bismillaahir rahmaanir rahiim war saxaafadeed waxa wada tashiyo u socday xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matala dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya wada tashiyadan waxa loogu arinsaday arimaha Soomaaliya gaar ahaan xaaladaha amniga iyo siyaasada waxay xilibanada isku raaceen inaan shaki ka jirin in sharciyan Soomaaliya ay tahay qaran caalamku aqoonsan yahay xaqna u leh ilaalinta madaxbanaanida iyo wadajirka dhuleed si waafaqsan dastuurka federaalka ee ku meel gaarka ah ee dalkeena Soomaaliya sidaan wada ognahay dalkeenii waxa muddo dheer ka burburay dhamaan hay'adihii dawliga ahaa 20kii sano ee la soo dhaafay 20kii sano ee la soo dhaafayna waxa la waday dawlad dhis ku saleysan nidaamka federaalka iyo siyaasad ku dhisan wada tashi wada ogol iyo isu tanaasul marxaladaha cusub ee amniga siyaasada iyo dawlad dhiska oo dalku hadda galay waxay abuureen xaalado kulansaday walaaciyo sabab u ah wada tashi laan iyo in hoggaanka dalku uu qaadayo talaabooyin badan iyo go'aano khariska tuur ah oo masiiri ah kuwaasoo aanu u aragno inay yihiin kuwo halis ku keeni kara midnimada dalka nolosha dadka xasiloonida siyaasadda amniga iyo dawlad dhiska maadaama aan lagu sameyn wada tashi iyo wada lahaansho haddaba xilibanadu waxay qiimeeyeen xaaladaha hoos ku xusan koow habdhaqanka siyaasadeed ee hoggaanka dalku waa mid
سي كلا فوقينية وذا جيركا دتكا يوم إدني ماذا دلكا لابو هوغانكا دلكا وحا أولوميي مسولي دي كوات هي كسارنيت يسوكينيستا دتكا يكلسوني دي دتكو كقبل هايين دولدني ماذا سيدو كلنا وحا أوكا غابيي هرقلينتا قرش دولديتكي كوديسنا وذا تشي وذا رأغول يسو تنازل سيلو هلو سومالي مدايسان كان وذا شقيس دولد ديسكا نبادا هرمارين تاري مهد دقالها يبلشاد سيدح سوماليا وادل كسو كبانا يد دقالة سوكي يعولادو وحانا لقاتي دستور كفدرال كومير غالكا نظام ديمقراطي اه او كوديسان سرين تشارعيغا ربطان كشعبكا كاسو موادين كسوماليات حقو سينيا حريادا كولانكا بنامباحا عبشادا يعطسي ودريد يدو آن اغلاشالو باهنين يدو لد غوباليديو حق وحي اوليهين قبسو ميدا دورشوين هر دو لد غوباليد سيدا او قريو دستور كفدرال كسوماليا قضب كبقول لواتانات يو دستور دا دو لد غوباليديادا أفر مدحوينها دولة فدرال كسوماليا وحقو هشيسي أمني يدفاع وبدن لقالي دولة استيدن كواسو عن الهوركينين قولها شعبك هشيسي داسي وانا مسنهي إنه يكادلن كرتو حاليس قطر تيدالي شن هوغان كدالكو وحقو قبي غارسين تا إيكالما دا أذيكي دا أساسي غا إي لوغو باهنيا هاي ديغانا دا لغحوريه الشباب سيدات كرريد كا آي اوهلان نولول iya daryeel degdeg ah si la mid ah deegaanada kale ee dalka hadaba anagoo eegayna walaaca iyo dareenka dadkeena ay ka qabaan iyo masuuliyad naga saaran amniga iyo xasiloonida dadka ee deegaanadaba waxaanu si weyn u diidanahay in colaadda caalamiga ah ee wabiga Niil oo u horseedi kara dagaalka ka qarxaman daqa geeska Afrika oo lagu hoobto iyo waxyeelo soo gaarto dadka loo soo rar gudaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya labo waxaan ugu baaqnay ummada Soomaaliyeed in la ilaaliyo midnimada iyo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa si guud shacabka reer Koonfur Galbeed guud ahaan iyagoo duruufo nololeed aad u adag ay haystaan muujiyay karti isku tashi iyo geesinimo inay la dagaalamaan cadawga nabadiidka ee Al-Shabaab oo si xaq daraa u baneystay nafta maalka iyo xoolaha shacabka Soomaaliyeed waxayna ku bixiyeen maal iyo naf aan la soo koobi karin gunaanud baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waajibkiisii kaga aadanaa arintaas ugu ka guti waxaana kamid ah gobnimada iyo madaxbanaanida dhuleed ee dalkeena hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa horumarka ka socda deegaanada Koonfur Galbeed oo ah isku tashiga waa inay ku bogaadiyaan laakiin inay qalalaaso siyaasadeed dagaal iyo burbur inay u hirsaydaan maaha dawladda isdagaalsana in la isku balamiyo in isku dul dagaalaan dalkeena in laga shaqeeyo waa laga haboon yahay xilibanada aqlabiyada ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo taagan halkan sidaad u jeedaan oo ah xilibanada aqlabiyada shacabka dadkooda iyo dalkooda la dareenka ah waa kuwan sidaad u jeedaan madaxweynu yaanan lagu maran hawaabinin yaanan been lagu sheegin aqlabiyada deegaanka shacabiyadana waa inaad kala shaqeysaa horumarka deegaankaas madaxweynu burbur iyo qalalaas ha u horseedin deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya wabillahi tawfiq dibkan ayay leedahay markii hoggaanka dalka uu yiraahdo qofna loo joojimaayo dhibaatadan ayaa ka dhalan karta oo weliba ka dhalatay maadaama madaxweynuhu dabeecad uu ka dhigtay inna loo joojin maayo qofna waxba laga weydiin maayo maanta bal arag loo joojin maayo waxay dhashay xildhibaanadii qaranka inay la safeeyeen Ethiopia markii hore go'aanada la qaadanayo haddaan laga fiirsan waxaa dhalanaysa khilaaf gudaha dowladda dhexe maanta xildhibaanadii xasashay masar iyo Ethiopia u kala safteen maxay yahay maxaa soo haray xaaladdu markay halkan gaadhay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu iclaamiyey shirka golaha wadatashiga qaranka shirkaasi uu madaxda maamul goboleedyada ugu yeeray in ay isugu yimaadaan ajandaha shirka waxaa lagu sheegay qodobka koowaad arrinta taagan masar iyo ethiopia qodobka labaad ee sida laga yeelayo ciidamada ethiopia faragelinta ethiopia ee waddo arrimahaasi ayaa lagu sheegay shirka golaha wadatashiga qaranka ma laga yaabaa in maamul goboleedyadu ay aqbalaan go'aankee ka soo bixi kara waa su'aalaha badan ee maanta la isweydiinayo balse anigu hadda barnaamijkan kama horbacayo waana ka soo warrami doonaa
مرحلة الدلك هالك عشان تاجن تاعي بل كورها مصومالية ماشي إنه ما أنت مرة إنه وقام في مضض دبعة رانة إلا بحي وقام بيا ما يلا عندك دبعة رانة إلا بحي وقام بيا أنا أقولي إنه تد كلا تشتو دلك الصومالي وما أنت وقامين ياي بل شلك ما كان إذا الله بل كجارة حسن شيخ محمود دلك ماشي قوة دكي إيجا دجا أذيعي ما أنت بل حكاها حبيانو حلمان دي قرنك وما أنت لصفن إثيوبيا وهيكو سوكونا وهم كوكولي بداكي دونا برامج الاساسوها انتهى برامج كان بينا بدو كوكولي دونا نبت فيلم.